فيلم على الماشي، افلام عيد الفطر 2024. هادي هادي عبد الهادي، شاب كسول على طول قاعد على الكنبه ما بيتحركش، زي اي شاب تقليدي ما عندوش اي طموحات او اي حاجه بتحركه. لكن هادي بتحصل له حاجه غريبه، بتجيله جلطه في الدم بتخليه مجبر يمشي على طول، حرفيا يفضل ماشي ما يقفش، وده علشان حياته تفضل في امان، لانه لو وقف ممكن يموت. وهنا هادي حياته بتتحول من شخص صديق صدوق للكنبه الى شخص ماشي على طول في شوارع القاهره. واكيد هنشوف مواقف ما تتفوتش مع علي ربيع نجم مسرح مصر، وبتشاركوا البطوله ايا سماحه وكريم عفيفي، ومعاهم النجم الكبير العملاق صلاح عبد الله. انا اتوقع وبقوه ان الفيلم ده هيكون ناجح جدا في شباك التذاكر، وده اول مره ابقى متحمس كده لفيلم العلي ربيع، وده تالت فيلم في العيد اتحمس له جدا. بالمناسبه الفيلم ده من اخراج محمد الخبيري، وده اول عمل سينمائي لي. هل انتم متحمسين للفيلم ولا لا؟